التشبيكة دي تبدو رائعة جدا وهتبقى تشبيكة مثمرة. السؤال بقى، لأنه أنت كمان عندك يعني إصرار زائد تاريخ في مسألة العمل العام، أنت شايفة أنه إحنا المجتمع بتاعنا والستات بتوعنا، وبالذات لما نيجي نطلع على الأرياف أو نطلع بره المدن الكبيرة، القاهرة، اسكندرية مثلا، طنطا وكفر، زي حاجات زي كده، الناس عندها قابلية لده؟ الستات عندهم حقيقة قابلية احنا لده؟ بقالنا سنتين بنطلع قوافل حلو. قوافل من الجمعية، وبنتعاون مع دايما أصدقائنا بقى النواب، مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب كانوا بيساعدونا في كل محافظاتهم. والحاجة المهمة إن ساعات السيدات ما بيبقاش واصل لها معلومات، والرائدات الريفيات اللي دكتور عزب كان لسه بيتكلم عنهم، سواء الرائدات الريفيات أو الاجتماعيات تبع وزارة التضامن، هم الأساس. عشان كده توعيتهم ومشاركتهم، وإن في كذا هيئة من الدولة بتساعدنا، مش احنا لوحدنا. الوصول على الأرض أهم بكتير، واحنا يعني آخر سنة الحمد لله كانوا كام حالة دكتور عزب عشان ما اغلطش، في آخر سنة احنا كشفنا على 3000 سيدة 3000 سيدة وعالجنا بالمجان أكتر في من القرى، 350، والقرى عالجتوا والنجوع. أكتر يعني منهم من 350 حالة في حالة مرحلة الخلايا احنا غير مش طبيعية. بنتكلم على القاهرة خالص، احنا بنروح جزر وبنروح الريف وبنروح في أماكن ما بيبقاش فيها حتى مية ونور وسقف، لكن بيبقوا حابين جدا ان يبقى عندهم دكاترة، ان كلنا بنبقى موجودين. ساعات سيدات بتبقى انجبت مرة واثنين وثلاثة وما راحتش للدكتور، ما شافتش في حياتها اي حد يكلمها عن الصحة الانجابية، عن صحتها، عن محتاجة اي حاجة تانية في صحتها. فالرائدات الريفيات هيبقوا كي، ولكن الاهم في الحملة دي هو انك في كل مكان هنروحه هيبقى فيه عيادات باسم بالظبط. سباقي بخطوة، هتفضل طول السنة هيتم تدريب الرائدات حلو ده. والتمريض والأطباء، بحيث انك دخلت المكان ده مش هتسيبه خلاص، انت يقدروا يوصلوا لك، يقدروا يعملوا الكشف المبدئي، ولو احتاجوا حاجة اكتر هيروحوا للسكندري كير ان شاء الله. طب ده عظيم. هنا فدور كمل. مهم جدا على الأرض، هو ده المهم. طيب هنا هرجع لدكتور هالة، مسألة بقى العيادات اللي قالت عليها دكتور رانيا، عيادات سباقي بخطوة، هل أنا كلو صح التعبير مبادرة والجمعية بكل التشبيكة هنبقى قادرين على إنه يبقى في عيادة موجودة في كل المناطق المستهدفة؟ ما هو عيادة يعني تكاليف ودكاترة وفريق طبي وأدوية والفاكسين. أنا بالنسبة لي إن في فاكسين، ده أول مرة أسمع إنه في فاكسين دول ل فاكسين للولاد والبنات على فكرة، عشان ما نخرجكوش أولاد بره إيه؟ أيوه هو ده مرض، هو عنق رحم؟ لا ما لا هو هو بيصيب عنق رحم. الراجل والست. بس الفيروس ممكن نتكلم برضو على الفيروس لوحده يعني الأول. الفيروس ده حقيقتك بيصيب فيروس، مش بيستأذن حد، يصيب الراجل ويصيب بالظبط. الست. والتطعيم للولد والبنت من 9 ل 15 سنة بياخدوا جرعتين، لو انت عايز تتكلم على التطعيم، من فوق 15 سنة لغاية 45 سنة بياخدوا 3 جرعات، والله العظيم 3 معلومة بالنسبة عمري ما سمعت. وبيسبب كذا نوع من انواع السرطان، مش بس سرطان عنق الرحم. وليه تطعيم وليه تطعيم؟ وعندنا؟ من 2006 متسجل عندنا. انا مش هتناقش احنا يعني بقى، سيبنا من 2006 تمام. لحد بعد كده حصل ايه، الامر لله ما الامر قبل ومن لله. بعد، احنا لكن هقول لحضرتك العيادات حاجه، احنا بنتكلم على العيادات. الحقيقه مشكوره السيده وزيره التضامن، تطوعت ان هي هتدينا اجهزه نجهز 50 عياده. بالظبط. 50 50 عياده، عيادة بالظبط. العياده دي عباره فيها كل الاجهزه، وهم منزلين المواصفات كمان بتاعتها، اجهزه سونار واجهزه اشعه، اجهزه كشف، اوضه عياده، عياده جاهزه ما لصحه يخص المراه، صحة المرأة. ما يخص صحه المراه. وهيبقى فيها وحده، ده اللي دكتور عزب بقى بيعمله، للكشف على سرطان الرحم وعلاجه، مش بس اكشف والدنيا نمشي وخلاص، هيبقى فيه في مراحل معينه، اللي هي المراحل اللي ما تقدمتش قوي، اللي هي نقول المرحله الاولى والثانيه، تقدر الدكاتره وتيم الدكاتره بتاع الجمعيه يقدروا يعالجوا. تم التنسيق بقى مع وزاره الصحه ان يفضل ان هذه العيادات تكون في الاماكن اللي ما فيهاش خدمه طبيه او خدمه صحيه من وزاره الصحه، عشان يبقى شويه في تكامل. ويمكن ده كان هو الاجتماع بعد ما دكتور رانيا ودكتور عزب قابلوا معالي وزير الصحه، قال ننسق مع المبادره الرئاسيه ومع الوحدات على اساس ان يختاروا الاماكن اللي موجوده. هيبقى في مستوصفات في الجمعيات وفيها دكاتره، هيبقى في حاجه تبع وزاره الصحه في الاماكن اللي مش واصلها خدمه صحيه، وتحديدا اللي هيوصلها تامين صحي اخر مرحله، يعني في الاخر خالص، عشان نكمل بعض، عشان يبقى في تكامل بيننا وبين بعض. بس اوريدي فلوس الحاجه تم اعتمادها من وزاره التضامن،
وبالفعل دكتور عزب اشترى 20 عياده للمرحله الاولى ها، لفلوس المرحله الاولى يعني اللي عايز يجيب للمرحله الثانيه احنا جاهزين. ابقى برضو برد يعني رد، انا يمكن فهمت من سؤال حضرتك استمراريه الموضوع، مش الموضوع موضوع ان انا انزل افتح عياده وخلاص. وعلشان كده الحقيقه لما جينا فكرنا في المشروع قسمنا موضوع العيادات لحاجتين، وده طبعا كان يعني بالنقاش والتوجيهات مع معالي وزاره التضامن الاجتماعي، لان هي الحقيقه صاحبه المشروع، الفند كله جاي من وزاره التضامن الاجتماعي. فجينا قسمنا العيادات لجزئين، جزء مع الجمعيات اللي ليها عيادات وليها مستشفيات واسامي كتير موجوده في مصر وكلنا عارفينها ومش بعمل يعني، والجزء الثاني مع وزاره الصحه المصريه. الدكاتره اوريدي العيادات اللي موجوده فيها دكاتره، سواء الجمعيات فيها دكاتره وفيها فلوس بتدفع عليها وفيها فند موجود ليها، فبالتالي احنا دورنا ان احنا هننزل نفرش العيادات، هندرب الدكاتره، وده بالشراكه بيننا وبين بعض، الاشراف موجود بحيث ان انا اضمن استمراريه موجوده على طول للعيادات اللي مفتوحه تبع الجمعيات. بالنسبه لوزاره الصحه عندها من الاطباء وعندها من الاماكن اللي موجوده، وبالتالي كان برضو دعم كبير جدا من معالي وزير الصحه ان هو يفتح لنا الوحدات الصحيه اللي احنا ممكن نحط فيها الاجهزه وندرب الدكاتره بالتنسيق مع وزاره الصحه والمبادره الرئيس الجمهوريه للكشف المبكر على الاورام، بحيث ان دي يكون فيها استمراريه. احنا هدفنا كله اللي احنا عاوزين نوصله هو المشروع مش بتاع الجمعيه، كان الهدف عشان نقدر نعمل خطوه كبيره لازم تكاتف كل الجهات اللي موجوده علشان نقدر نكمل الاستمراريه، سواء من الفلوس او المتابعه او الاشراف او تقديم الخدمه. مش هتقدر عمر الجمعيه مع وحدها كل الدكاتره اللي فيها يقدروا يقدموا ده، كان لازم ان احنا نشارك ده، وده الاوريدي اللي احنا عملناه الحمد لله. حتى البلاد اللي فيها التامين الصحي الشامل دخلوا هيئه الرعايه الصحيه زي الاقصر مثلا او زي بورسعيد، تم التواصل مع الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئه بحيث ان احنا نقدر ننزل برضو في البلاد دي، مع اسوان والاقصر من ضمن البلاد اللي احنا نازلين فيها، وان شاء الله بننسق معاه ميعاد قريب جدا بحيث ان احنا نبقى شاركنا كل الاطراف اللي مسؤوله عن الصحه، سواء وزاره التضامن والقطاع الطبي اللي موجود فيها، وزاره الصحه، الهيئه العامه للرعايه الصحيه.